النهارده مع قرار البنك المركزي سعر الدولار اتحرك، ده هيؤدي لحاجات كتيره جدا. اول حاجه ان هيحصل المصريين اللي شغالين في الخارج بعد ما كانوا بيلجأوا للسوق السوداء ان هم يودوا فيهم الدولار، هو دلوقتي مش مضطر يعمل ده لان السعر الرسمي بقى قريب جدا، ان ما كانش قد السوق السوداء فانا مش مضطر ان انا اعرض نفسي للمساءله القانونيه ولا حاجه، لا انا هروح اوديه للبنك، فده هيزود حصيله التدفقات الدولاريه من تحويلات المصريين في الخارج في السوق الرسمي، فيبقى عندي تدفقات دولاريه اقدر ان انا اواجه بيها او اوجهها في احتياجاتي، فبالتالي مش هيبقى فيه يعني مع الوقت مش هيبقى فيه سعر صرف موازي، هيحصل ان احنا هنوصل في وقت من الاوقات ان يحصل توازن ما بين السعر الرسمي وما بين السعر في السوق السوداء، فيحصل توازن فما يحصلش بقى ان يبقى فيه كذا تسعير عندنا لكذا حاجه، وان يبقى فيه تسعير للذهب وفي تسعير للعربيات وفي تسعير للاجهزه الكهربائيه، لا هو سعر صرف موحد، فبالتالي اسعار السلع مع الوقت كمان هتستقر. تاني حاجه ان ده هيزود حجم صادراتنا المصريه للخارج، وده اللي بتستهدفه الدوله ان هي توصل بحجم صادرات مصريه 145 مليار دولار خلال 6 سنين الجايين. ده هيزود الطلب على المنتجات المصريه لان طبعا هتبقى ارخص من المستورده، فهنشجع المنتج المحلي ونشجع الصناعه المحليه. ده هيحقق مستهدفات الدوله ان هي تقضي على السوق السوداء للدولار، وان العملات تخش في مجالها وفي قنواتها الرسميه في البنوك. هيحسن كمان التصنيف الائتماني لمصر الفتره اللي جايه، هيسرع من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، واللي بموجب الاتفاق ده هيتم زياده القرض هتوصل لحوالي 20 مليار دولار تخشوا البلد بجانب ال 35 مليار الاولانيه، فاحنا كده بنتكلم في حوالي 55 مليار دولار تخشوا البلد، فهيعملوا انتعاشه كبيره جدا وهيوفروا يعني اكثر كمان من الاحتياجات اللي بيحتاجها السوق المحلي لمده طويله. ثالث حاجة برضو أو رابع حاجة إن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر هيزيد في مصر، لأن كان من ضمن تخوفات المستثمرين الأجانب إن هو داخل في سعرين لسعر الصرف، في سعر في السوق الرسمي وسعر في السوق السوداء، فمع وجود سعر موحد خلاص هو المستثمر هيعمل دراسة الجدوى بتاعته على السعر اللي موجود، فبالتالي هيتشجع أكتر إن هو يخش السوق المصري، وده هنشوفه إن شاء الله الفترة اللي جاية إن هنلاقي صفقات استثمارية كبيرة زي صفقة رأس الحكمة وممكن كمان تبقى أكبر هتخش البلد، فبالتالي ده هيزود دوران عجلة الإنتاج، هيوفر فرص عمل للمصريين، هيحسن من دخولهم. كمان ده هيؤدي إن أعداد السياحة في مصر هتزيد. ليه؟ لأن السعر بتاع العملة لما هيقل فده هيخلي مصر سوق جاذب للسياح الأجانب، لان السعر قليل فهيجوا يقضوا رحلتهم بسعر اقل من اي دول تانية بره، فده هيزود عدد الاعداد بتاعه السياحه اللي هتجينا في مصر، وهيزود ايرادات السياحه المصريه المستهدفه ان هي توصل ل 45 مليار دولار بحلول سنه 2030. كمان ده هيؤدي ان حجم الاحتياطي النقدي في البنك الاجنبي في البنك المركزي ان هو هيزيد، وهيؤدي كمان ان البنك المركزي طبعا احنا الحمد لله عمرنا ما تخلفنا عن سداد اي ديون او التزامات خارجيه خاصه بمصر، فبس ده كمان مع وجود تدفقات دولاريه ومع وجود سيوله دولاريه موجوده وزياده حجم التدفقات دي، فهيرفع قدره البنك المركزي على ان هو يوفي باحتياجات والتزامات مصر الخارجيه سواء بقى بالنسبه لسداد الديون او الاقساط والفوائد المستحقه عليها سنويا. ده هيؤدي ان مع يعني خلال فتره يعني قصيره جدا مش هتبقى طويله ومش هتبقى متوسطه ان هيتم القضاء بشكل نهائي على السوق السوداء في مصر، لان انت كده السعر هيتحدد في البنك وفقا للعرض والطلب، ايه العرض النهارده كتير فهيبقى السعر قليل في البنك، العرض بكره كتير الطلب بكره كتير السعر هيزيد في البنك، فبالتالي انا مش مضطر ان انا اروح اشتري من قناه غير شرعيه واعرض نفسي للمساءله القانونيه، لان المتاجره في النقد الاجنبي دي جريمه وبيعاقب عليها القانون وبتوصل للحبس والغرامه بتاعتها بتوصل ل 5 مليون جنيه بجانب طبعا مصادره الاموال اللي مع اللي بيتاجر فيها.
كمان ده الفترة اللي جاية بدل ما كانوا المستوردين والتجار بيحددوا سعر الدولار على السوق الموازي، فطبعا بيحددوه بسعر عالي جدا لا يعبر عن القيمة الحقيقية سواء الجنيه أو الدولار أو الدولار في مصر، فكان بيؤدي لارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه. لأ، فالأسعار هتبقى محددة ومعروفة، فبالتالي الأسعار مع الوقت هتقل إن شاء الله.